الرحمن الرحيم الكرام اينما كنتم حيثما تواجدتم سلام الله عليكم. وليد فرحان يحييكم سيدا للموقف في 47 مناسبة. أما على مستوى البطولة فقفوا حق المعرفة أن أصعب أمام شبيبة القبائل التي فازت بنتائج ثقيلة وجمهور الشبيبة أيضا وليفة كل فريق وكل فسيتعامل كل فريق مع هذه الغيابات. والكرة البينية الأولى خطيرة داخل منطقة الجزاء في هذا الموسم ليس فقط في يوسف بليلي بل في كل اللاعبين على مستوى الهجوم. نعيجي يسجل، بايزيد يسجل أساسيا اليوم طبعا في التوليفة التي اختارها بومال وصلت على اليمين، هذه صعبة وخطيرة الأرضية للمولودية الأساسي اليوم أيضا في صفوف فريق مولودية الجزائر. التغييرات التي قام بها أو موالي باليسار نفذت على مستوى القائمة الثانية خطيرة بالرأس لكنها تحولت إلى شبيبة القبائل من الجهة اليمنى. الانطلاقة تأتي من قبل نشاط فارس مرة بشكل سريع خطيرة داخل منطقة الجزاء باشرة في تنفيذها مع عمري خطيرة مرت على الجميع. المولودية هكذا نفذت الكرة عالية بعيد عن صياد وبعيدة عن الجميع تحولت إلى اليسار. لعب اليوم حتى في مكان توقي في منتصف الميدان أمامية باتجاه ضاو لكنها بين أحضان الأهداف. بايزيد عنده 3 أهداف أقوى هجوم في البطولة لحد الآن هو ب 29 هدف. بين الحكم واللاعبين نفذت الكرة بالعمري بالرأس لكنها والخبير جمال بالعمري بالرأس على مستوى القائم الأول وحديد في المكان المناسب بعد توزيعة زكريا نعيجي. كرة أمامية من بن زايد باتجاه بركام صراع موجود هذه الكرة والانطلاقة الصعبة والواعدة لهجوم المولودية. حليمية والتوزيع بايزيد مرجمة معاكسة يقودها آدم أرجم محاولة المرور من آدم الخطير آدم 1-2 مشات بشكل سليم قام به يوسف ضاو لانطلق السريع والخطير أرجم أرجم الذي تمكن من لعب ثنائية مميزة رفقة المهاجم بركام تدخل كان قوي جدا. 31 دقيقة التوزيع داخل منطقة الجزاء بعيدة عن الجميع تتحول إلى ركلة مرمى لحظات فقط وصلت إلى موالي روغة بشكل رائع إلى القائمة الثانية فرصة خطيرة بشكل رائع زكريا نعيجي بوم رائعة على مستوى القائم الثاني لم يترك شيئا لحديد واحد من أجمل أهداف البطولة الوطنية بشكل رائع من نعيجي. من دون شك هدف سيخرج فريق شبيبة القبائل والمباراة ستكون مفتوحة من دون شك حتى نشاهد قيمة كل فريق وأداء كل فريق أيضا فوق أرضية الميدان في الكرة واللقطة الماضية. لا زكريا نعيجي خطير عندما يأتي من بعيد زكريا يحاول التسديد والصياد التحضير مع موالي 1-2 مشات بشكل سريع خطيرة 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 وكان قريبا من إنهاء الشوط الأول بثنائية المولودية بعد تمريرة مرزوقي كانت صعبة وخطيرة. انطلاقة سريعة لفائدة فريق شبيبة القبائل مع بداية الشوط الثاني آدم أرجم مرة بشكل رائع العرضية خطيرة لمصلحة جرانا وحسن خوجة منتصف الميدان زكريا نعيجي سفيان بايزيد ضاو ومرزوقي في هجوم المولودية هذه صعبة وسريعة من الخطير جدا المنطلق على الجهة اليسرى الحديث عن آدم أرجم العرضية حالي دادي موقي وموالي مرة بشكل رائع دادي موقي والعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء فرصة كبيرة ضيعت أمام براءة الرائع أسامة لتيم ماذا فعلت هنا بفريقك يا حليمية التوقع لم يكن سليم وخلفك كان السريع آدم روض وسدد يا له من ريفلكس ويا لها من ردة فعل من قبل أسامة لتيم الذي أبطل واحدة من الكرة ساخنة بل أخطرها من قبل هجوم شبيبة القبائل مر من أمامك آدم وسدد آدم لك سندة تأتي من حليمية قد تكون خطيرة قد تكون خطيرة قد تكون خطيرة العرضية الصعبة داخل منطقة الجزاء لكنه ضيعها وانطلق بهجمة معاكسة لمصلحة عناصر المولودية مرة مرزوقي خطيرا خطيرا خطير مرزوقي داخل منطقة الجزاء بيت المناسب حرم مرزوقي من ثاني الأهداف هي الكرة والمحاولة في هذه اللقطة عاد بن زايد بذكاء فاد حتى أن يحتك مع المهاجم الخطير مرزوقي في اللقطة الماضية عبد اللاوي متأخر مرة أخرى ضيعها عبد اللاوي هذه فرصة وإمكانية لعناصر الشبيبة التسديدة قوية لكن قبل ذلك حكم المباراة
هذه الكرة الماضية. هل أعلن حكم المباراة عن وجود في اللقطة الماضية؟ لكن في هذه الزاوية لا تبدو أنه كانت فيه وضعية السبب. ضاو يحاول المرور، ضاو هذه مخالفة يكون ضمن الأسماء الأساسية منذ بداية الموسم، ذلك كان صعب جدا في ظل الكرة الثانية في تنفيذ زكريا نعيجي داخل منطقة الجزاء. والمجهود الذي بذل في هذه المباراة، كرة أمامية سهلة لأسامة ريتيم، قدر يحوم من قبل هجوم شبيبة القبائل، ثم التوزيعة سهلة جدا في متناول الحارس ريتيم إلى بن حوى. أسامة يحاول المرور، أسامة على الجهة اليسرى بالقدم اليسرى، أسامة ويتفوق عليه. كيف ستكون آخر خمس دقائق من هذه المباراة؟ وها هو هدف نعيجي الوحيد في المباراة بعد تمريرة موالي كما جاءت بقوة كبيرة، سدد على يمين حارس المرمى. الآن يمر بشكل رائع عمران وتوزيع خطيرة، ماتوتي خطيرة، فعلها فعلها فعلها، سبق فعلا يلعب إلى غاية آخر الأنفاس. البديل الأول عمران وزع وماتوتي استقبل الكرة، استدار بظهره وسجل التعادل 1-1. الكناري يعود ليغرد خارج السرب 1-1. فعل كل شيء عمران، ماتوتي استقبل الكرة واستدار وعادل النتيجة.